السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة زي ما انتوا شايفين كده هو سري للغاية بس للبنات، فلو في اي شباب بيتفرجوا على الفيديو ياريت الفيديو ده مش هيفيدكم، هيفيد البنات بس. عايزة اتكلم معاكم واسألكم كام سؤال كده قبل ما اتكلم في فيديو النهاردة. كام مرة معرفتيش تظبطي مواعيد الدورة الشهرية، ولا عرفتي هي ممكن تجيلك امتى، او كتير كانت بتفاجئك وبتجيلك في اوقات محرجة، في الشغل، في الشارع، كل الحاجات دي اكيد كتير وكلنا توترنا واكيد كلنا حصل لنا المواقف دي. عشان كده انا النهاردة هكلمك عن ابليكيشن موجود على الموبايل هيساعدك انك تتخلصي من الازمة دي. الابليكيشن ده اسمه فلو، شكله شكل الريشه زي ما انت شايفه كده. اول حاجه بيجيلك انت نيو يوزر او انت حد جديد، ولا انت عندك بيانات سابقه على الابليكيشن. انا طبعا عندي بيانات سابقه بس انا همشي معاكم على ان انتوا لسه حد جديد، فهنعمل نيو يوزر. هنا اول حاجه هل انت بتتتبعي الحمل، ولا انت عايزه تتبعي عادي جدا الدوره الشهريه. هنختار التتبع العادي للدورة الشهرية وندوس نيكست. هنا بيسألك امتى اخر ميعاد، طبعا انت ممكن تكوني مش عارفة، فممكن نختار التاريخ هنا بالشهر، وممكن تدوسي هنا كده تقولي انك ما تعرفيش امتى كان اخر تاريخ وتدوسي نيكست. بعد كده بيسألك عن مواعيد حاجات تانية، انتي لو انتي ما عندكيش اجابات ليها بتدوسي برضو معرفش وتدوسي نيكست. هنا بيقولك مدة ايام الدورة الشهرية، لو تختاري الايام ممكن تقولي برضو معرفش. هنا بيقولك تاريخ سنة ميلادك، هتختاري سنة ميلادك، يعني انا 92. بعد كده هيقولك ان هو هيديلك ريمايندر على الموبايل في الميعاد، تدوسي نيكست. هنا طبعا انتي ما انتيش عارفة امتى اخر ميعاد، بيفضل يحسب هو لحد انتي ما تيجي اليوم وتقومي دايسة هنا بلس، وتختاري انك جاتلك النهاردة، بيبدأ يحسب من بعدها 5 أيام بمعدل 5 أيام. لو هي أقل من 5 فبتيجي بعد 5 وتدوسي على اليوم وتدوسي سيف، ويبدأ بعد كده يحسب لك ويبدأ يعد من بعدها فاضل قد ايه أيام. تحت هنا بيديلك معلومات تخصك صحية وطبية تقدر تساعدك طول الوقت، وهنا تقدري تسجلي الايميل بتاعك علشان تقدري تحفظي الداتا بتاعتك كلها، وكمان بتسجلي هنا كل البنات بتتسجل، وكمان بتسجلي الطول والوزن، وكمان تقدري تربطي الابليكيشن ده بابليكيشن رياضي لو انتي عندك زي جوجل فيت اللي كلمتكوا عنه قبل كده. وبس ده كان فيديو النهاردة، رب يكون افادكم واستفدتم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.